حصلت شبكة الإعلام المقاومة على مقاطع فيديوية لمشاهد وصول ضيف العراق الشهيد الجنرال قاسم سليماني إلى مطار بغداد الدولي لحين لحظة استهدافه مع الشهيد أبو مهدي المهندس ورفاقهما من قبل الاحتلال الأمريكي الآثم. هذه لحظة دخول العجلات التي تقل الشهيد أبو مهدي المهندس ومرافقيه إلى مطار بغداد عند نقطة التفتيش الرسمية. هنا وصول الطائرة التي كانت تقل الشهيد سليماني ورفاقه ووصول العجلات التي بداخلها الشهيد المهندس ورفاقه. ويظهر الفيديو كذلك انطلاق العجلات بعد أن أقلت الشهيد الجنرال، حيث استغرقت العملية لأكثر من 10 دقائق. الشهيدان حسن مقاومة ومحمد الشيباني أثناء توجههما لاستقبال قادة النصر في مطار بغداد وفي أكثر من زاوية. بعد أكثر من 20 دقيقة تقريبا خرجت العجلات وحصلت عملية الاغتيال للشهداء القادة الحاج الجنرال قاسم سليماني والحاج أبو مهدي المهندس ورفاقهما رحمهم الله تعالى وحشرهم مع الأولياء والصالحين في أعلى عليين، إنه أرحم الراحمين.